كاد مرحبا بكم اخوت مساعدين نشوفوا واحد المنظر المنظر بزاف الله اخوتي اخواتي كنتمنى تكونوا بخير على خير مرحبا بكم مرحبا بي معكم في فلوج جديد كيبان لكم انا الفيديوهات كاملين كنبداهم في الظلام هادشي اللي عطى الله اخوتي سمح لنا كيبان لكم عطاني الطاقيه عطاني داكشي ديال البرد عاوتاني ولكن نصكم كاين تناقض المهم اخوتي اليوم ان شاء الله الادفنشر ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون غادي نمشيو ان شاء الله كندا من نورث كارولينا ستريت لكندا عندنا 13 ساعه ديال الطريق عندنا 850 مايل يعني راه الطريق طويله بزاف ولكن حقا ما عمرني جربت السفيره ان شاء الله غادي نجيكم معايا وحقا ما درت حتى شي بلانين ما دايرين والو ان شاء الله غادي نعيشوا لحظه بلحظه وهادشي اللي كاين اخويا سو شنو نقول لكم عندنا صافي باقي لينا دابا 10 سوايع باش نوصلوا ان شاء الله 10 سوايع 3 دقائق 673 مايل كيبان لكم انا الويدر 32 فهرنهايت اللي هي 32 اللي هي زيرو يعني راه كاين البرد كيبان لكم انا طلب لا راه سخون ولكن على برا راه كاين صفر دوغري وكيسمعنا حيت شكيت دابا التليفون لقينا انه كندا راه بارده بزاف الخوت فيها ناقص 20 ناقص 20 يعني الا كان عندنا حنايا ناقص 3 وكنحسوا بالبرد ناقص 20 كيفاش تكون المهم الخوت كلشي عندنا اكسبيرينس ان شاء الله بقاو معايا ليتس دو ات خوت مساعدين نشوف واحد المنظر في المنظر بزاف الى عقلت الخوت قلت لكم ملي خرجنا من نورث كارولينا كنا في ناقص كنا في زيرو دوغ شوفوا دابا ثلج ورانا ناقص حنا في ناقص 13 نوريكم انا راه الى برد بزاف خوت ناقص 13 بزاف نوريكم ناقص 3 يلا خلينا على الغاز ستيشن هذا 224 ساعه 24 ساعه مرحبا بكم في لونغري كندا 30 دقيقة على الحدود
الامريكيه. كتب لكم الثلج هنايا، خلينا نورث كارولاينا ما فيها لا ثلج لا والو، هنايا ناقص 16 دوغري، بزاف بزاف الخوت كاين البرد. انا وريك غلاسينا الخوت مرينا لي بزاف. تا ابل ما كاينش، لا التليفون عندي ما فيهش حقا، السيرفيس هنا ديال الميريكان ما تيخدمش هنايا. غنتجع عليهم سبعه سبعه. هي جميله ناري استنى، شحال سبعه ونص؟ سبعه ونص ناري بزاف، سبعه ونص الخوت، والناس باقيين عسا، واليوم السبت وكان فيقوا فيهم احلوها يا وينا. لا لا نتكلاصاو هنايا شيت، ما عرفت كنديرو. اخوت بغيت نقول لكم هاد السفيرة هادي علاش درناها هنايا، ضربناها 13 لساعة ديال الطريق من نورث كارولينا حتى لكندا ستريت، وقفنا جوج المرات باش نديرو ليسانس وباش سميتو نسارح شي شوية. سو جينا الطريق كلها ضربناها باش نتلاقى مع الاخت ديالي اللي اربع سنين هادي ما تلاقيت معاها من نهار جيت الامريكان. كانت 2015 حقا، بحال قلتي جيت انا اليوم الثلاث لامريكا وهي يوم الاربعاء جات لكندا. سو كنا نهضروا في التليفون زعما فيس تو فيس زعما فيس تايم، ولكن عمرنا ما تلاقينا تلاقينا زعما في الحقيقه، وصعيبه بزاف. وهذو من الحوايج اللي كنقول لكم الخوت اللي ما دي عارفوا بين الناس اللي متغربين، انه الغربه فيها حوايج زوينين وحوايج اللي خايبين حتى هما، اللي هما اللي كتفرقك على الناس اللي عزاز عليك. سو بحال هادشي اللي وقع لنا دابا، اربع سنين ما شفت الاخت ديالي من نهار تفرقنا انا وياها في المغرب، جات لكندا مشيت انا لامريكا. سو حقا ما عرفتش نقول لكم ما عرفتش والله ما عرفت. المهم نخليو رده الفعل كيف تكون. خوت كنتمنى يكون وصلكم الميساج. دابا راكم الفراج عاطيني نكملوا لا فيديو ديالنا. من بعد ما دخلنا الخوت ارتاحينا واحد ساعة وفطرنا، الاكل المفضل عندي هي زيت الفرماج. سوا شدينا الطريق ديالنا عاوتاني باش نرجعوا لامريكا. كيجيب لكم الخوت هنايا هاد لي بوتيك هادو اوغ تاكس، يعني كتشري الحاجة وما كتخلصش التاكسيس. سو كاينة فين في بين الحدود ديال كندا و الميريكان. سو وهنايا هنا فين كاين كاسا. عطلنا بزاف في هاد البلاصة هادي، كيف لكم ورانا عاوتاني عامرة. اوكي كتب لكم الخوت ورانا الترابو ديال الميريكان وديال كندا. سو هادو هما الحدود ما بين الميريكان وكندا. سو وقفنا في واحد ماكدونالدز هنا باش نتغدا. سو نكملوا النهار ديالنا، يعني واحد حقا هنايا في الحدود ما بين كندا وامريكان دوزنا واحد ثلاثة سوايع حنا كنتسناو، يعني كانت عامرة بزاف.
هادشي اللي كاين اخوت. نكملوا الطريق ديالنا، باقينا 12 ساعه باش نوصل ان شاء الله. كاين البرد بزاف هنا، ناقص 16 بزاف حقا. ما عرفتش ما نقدرش انا نتاقلم مع الجو بحال هكا، والله البرد بزاف. هادشي اللي كاين تراكات، نبي نوريكم على ثاني تراكات. كمديان يا ليتس جو، يلا سير عند ماما. جو طبعا بدا فين بلاصينا، باقينا 9 سوايع ونص باش نرجعو لنورث كارلاين. عرفتي واحد بغيت نقول لكم واحد القضيه، احسن عوان هذوك اللي دايرين ما بين الولايات، اللي كيسوقوا ما بين الولايات صعيبه بزاف والله. حقا والله ما عرفت كيفاش ديروا ليها، ما قدرتش حقا ندير بحال هكا. يعني 900 مايل 13 ساعه ديال الطريق، اما سالش درنا 13 ساعة آلي و 13 ساعة روتور راجعين، وغادي نوصلو إن شاء الله نورث كارولينا مع 4 ديال الصباح. خرجنا من 4 الصباح ديال 4 ديال العشية ديال نهار الجمعة، وإن شاء الله غادي نوصلو مع 4 ديال الصباح ديال يوم الأحد. يعني يومين الخوت ديال الطريق، مرتاحيناش. يلا دخلنا لكندا، فطرنا ودرنا عاوتاني الحوايج وشدينا الطريق رجعنا في حالتنا. سوا صعيبة بزاف، ماشي سهلة. اريز واريدز حقا تجربة زوينة اللي دخلت عاوتاني للسيفي من الحوايج اللي زوينين. سوا كتب لكم هنا واحد الريست اريا، هنا الريست ارياز ديال الميريكان بحال هكا تيكون، ما كاينش شواية. كتب لكم الثلج، كتب لكم في الاوضرا كاين الملحة باش كينقيو، باش ملي كطلع الشمس شي شوية كيدوب هاد الثلج اللي كاين في الطريق، وكيبقى الثلج فيه شنم يعني بلا ما يلقى. سوا كتب لكم هنا كلشي نقي، كلشي زوين، هادشي اللي كيبقى معنا. اخوك شحال الساعة؟ جوج و 36 ناري بزاف. بقينا 4 سوايع، دخلنا 4 سوايع و16 دقيقة، دابا 2:37. اخوك القضية بين نقول لكم ما كان مزح بهذا الشيء حتى دونت تراي ذات هوم. كيكم 26 ساعة بزاف ناري، حتى عينيا نشفو من الماء. ما تخيل معاك كنت ندير اوفر ذا روب. فاتي ما وليت بزاف. ماما تصاوب ما باش تقدا، عرفتي بالي بحال نورث كارولينا هربوا حنا تابعينها. واديك واو بزاف واديك.